السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه رأيكم نشوف البيم جوه الاكسل؟ طيب كل اللي انا اعمله هقول له نيو واقول له مثلا عايز تمبليت اللي هو اي حاجة، حتى لو بدأت فاضي بدون تمبليت خلاص مفيش مشكلة. تمام. طيب انا اخترت تو دو ليست فور بروجكتس، انت اختار اللي انت عايزه، حتى لو اخترت واحد فاضي ملوش اي علاقة خالص. وفي ادنس سطبتها اسمها اكسل بيم، هقول له اد ديزاين فايلز، وهبدأ اختار اي ملف هيكون اي اف سي مثلا. تمام. انا بس مش عايز اختار واحد ملف يكون كبير قوي او صغير قوي، ولا يكون دوت. اوكي. فهو اوتوماتيك بدأ يظهر لي الريندر للموديل اللي هشتغل دلوقتي. هنلاقي هنا الموديل البيم هوت، وهنا عندي ملفات الاكسل ممكن اقول له انا عايز اشوف الليارات، واقدر اخفي بعض الليارات. هتلاقي اخترت في الموديل وابدا اظهرها تاني. ممكن اقول له ديزاين تري فيبدا يجيب لي العناصر الدور دور هوت بالشكل دوت. طيب ممكن يكون في عندي بعض العناصر عايز ابدا احطها في الجدول، يعني انا عامل هنا جدول وعايز ابدا اظهر او احط العناصر هنا، زي مثلا الروف. فانا ممكن اعمل سيلكت كده على الروف ورايت كليك اسحبه واحطه مثلا هنا. تمام. واقول له مثلا موف اوبجكت هير. تمام. خلاص هو ربط ديت بديت. تمام. ممكن مثلا عشان نبين الفرق هعمل سيلكت على عنصر اخر مثلا زي دوت، واكتب هنا الروف. مفيش اي مشكله خالص ان انت تكتب اللي انت عايزه. وهنا مثلا ممكن تكتب وول مثلا، وخلينا نعمل سيلكت مثلا على الحوايط اهي، وهبدا اسحب الحوايط اهي وابدا احطها هنا واقول له موف اوبجكت هير. فانا لو جيت هنا هتلاقي عمل زي هايلايت على الموضوع دوت. لو لاحظت هنا هايلايت، ممكن تخليها زوم، يبقى انا لما اقف على الروف يبدا يعمل زوم او يعمل هايلايت عليها. اهو هروح للوول هيبدا يروح. ممكن اقول له بقى حاجه كمان، اقول له ماتش سيل ستايل، يعني ايه؟ خلاص. ودي برضو الروف خليها ماتش سيل ستايل، بمعنى ايه؟ ان انا لو جيت هنا ورحت على كلمه هوم وقلت له خلي الخليه دي مثلا باللون الاحمر تاخد نفس اللون، خليها باللون الازرق تاخد نفس اللون، يبقى كل حاجة هقدر ألون من خلال التلوين هنا، يبدأ يلون في الجزء اللي هنا. طيب أنا عملت على الروف فبيبدأ يقول لي خلي بالك إن ده مربوط بعنصر معين وهكذا. فتقدر تشوف كل الخصائص اللي أنت عايزها بأدق أدق التفصيل. فالصراحة أدنس تحفة جميلة جدا جدا جدا، حاجة ممتازة. زاد لو أنت عايز مثلا تقيس، ممكن أقول له هنا بيك لاين وابدا اقيس من خلال البيك لاين دوت. ادوس على الحاجه يبدا يجيب لي المعلومات ان دي مثلا 75 متر، ان دي كذا. تمام. وهكذا. فتقدر تاخد كل المعلومات اللي انت محتاجها. بيك اريا، طيب انا عايز اعرف الاريا دي مثلا قد ايه، ابدا اقيس من هنا لهنا لهنا لهنا، هو يبدا يجيب لي الاريا قد ايه. فما شاء الله يعني اداء ممتازة جدا وسهلة جدا، وموجودة في الاكسل، يعني موجودة في برنامج عندنا كلنا بدون اي مشاكل خالص.